كان الثقه الكبيره اللي احنا شفناها والاصرار الكبير اللي احنا شفناه هنا في المعسكر ده انعكس بشكل كبير جدا. اروح بقى لوليد ازارو قبل ما يمشي، قبل ما يمشي كلمه بسرعه كده، ولا هوا وميه وكل حابب تقولي الاول بعد المباراه، بهنيك على ادائك المميز وعلى مجهودك الكبير، تقولي سريعا يا كابتن وليد بعد المباراه. الحمد لله، كان بنشكر اللاعبين على المستوى اللي قدموه في هذه المقابله هذه. الحمد لله ظفرنا وثلاثة النقاط اللي تخلينا في اريحيه الماتش اللي جاي. كنبغي نشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم والتركيز ديالهم من اول من البدايه ديال المقابله حتى للنهايه. هذه المقابله هذه ان شاء الله غتخول لنا باش اننا نكونوا مرتاحين في لي ماتش اللي جايين، نساو هذه المقابله هذه ونفكروا في المقابلات اللي جايين عندنا في الدوري ان شاء الله. احتكاكات كثيره يمكن حصلت لك، انا عايز اطمن عليك، هل كان في اي اصابات جات لك ولا حاجه؟ لان كان في احتكاكات كثير كثيره جدا يا كابتن نولي. الحمد لله ما كاينش حتى شي اصابات الحمد لله. كما قلت لك احنا نديرو دابا غنساو هذه المقابله هذه ونفكروا في المقابله اللي جايه ان شاء الله. حبيبي 11